من هنا من قاعات مديرية الأمن بالواحات وساحتها انطلقت الدورة التدريبية لترقية الضباط وضباط الصف والأفراد من مستحقي الترقية والترفيع للرتبة الأعلى لهذا العام. بدأنا في المحاضرات والمشاة والأسلحة من معلمين ومن ضباط صف وضباط جيدين تم اختيارهم وثقتهم من قبل السيد مدير الأمن الذي زرع فينا الثقة، إن شاء الله بإذن تعالى نكون عند حسن الظن. شكر موصول لكل من ساعدنا وساندنا، نحن في صدد إتمام هذه الدورة بإذن تعالى وإن شاء الله تكون في القريب العاجل. على مدار أسبوع تتواصل هذه الدورة بمشاركة أكثر من 170 فردا من الشرطة. محاضرات عادة ستتخللها الدورة، منها في العلوم الأمنية والقانونية والعلوم المساعدة وحصص المشاهد.